الجديد ديال البرامج الو هذا العام هذه كنعيش الموسم الثاني بالنسبه لرشيد دون 7 10 في الراديو ترك بالمغربي تا هو على شاده تي في تا هو الموسم الثاني ديالو فرانشمون الحمد لله بيان بين سنوات زوينه اللي دوز في الاعلام اي جمي كلات كندوز وقيت زوين نتمنى تو كاس المستمعين والمشاهدين هما اللي غادي يحكموا ماشي انا واحد انا شاده عطات فرصه ثانيه رشيد من بعد برنامج كوميديا فرصه ما غاديش نتكلم على فرصه ثانيه لانه برنامج كوميديا كان شكل كان توجه ديال واحد البرامج ديال الترفيه في شكل وكان طاقم كبير وهذا هنايا برنامج ترك بالمغربي بطبيعه الحال حتى هو عنده طاقم شاب زويون مي سي نوعيه اخرى من البرامج بركه من الترفيه ندوزو لحاجه اخرى ثاني ندوزو لحاجه بعقلها واحد شويش شوف انا نقول لك واحد القضيه كنت قلتها شحال هذه كل واحد الله يسهل عليه تو هما بغاو يديروا نفس البرنامج بوتيتر ما عندهمش نفس الطبخه السحريه دونك سي بور سا كو الله على ما شداش مزيان مي ان توكا كنتمنوا لهم بون كوراج ونتمنى ان شاء الله اننا لانه هذه دابا دازوا ثلاثه ديال الدورات ما شفنا حتى شي واحد في الساحه الكوميديا المغربيه احنا الحمد لله دازوا خمسه ديال الدورات راه تبارك الله راهما اللي غازيين الساحه الكوميديا دابا نتمنى انا الدوره الرابعه هذه الا كاينه دوره رابعه اننا نشوفوا دي طالون ان شاء الله الفوالا اللي يحمروا لنا وجهنا ونضحكوا واحد الشويش معاهم يلا سيدي دونك الفوالا المتابعين ديال الاشواق كنقول لكم سيادنا السلام عليكم وتحيه لكم جميع شكرا انكم دائما بطبيعه الحال كتبعوا الاخبار ديالي ميرسي بوكو تحيه كذلك للطاقم الصحفي الشاب اللي خدم في هذا الموقع هذا ميرسي بوكو حبيبي